السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، بك وريبان. أهلا بنتي لطيفة. كيفية لاباس عليك وشي مزيان؟ بارك الله فيك بنتي. البركة في راسك اللي جيت الوالدة. لا أحزنكم الله بنتي، الله يطول عمركم. آمين. عمك وريبان، عمك وريبان الله يرحم لك الوالدين في ذاك الدار معايا مع راجلي. الله يرحم لك الوالدين راه دلي ليا بالعيالات. أش وقع لي أختي لطيفة؟ مدلي بالعيالات. لا إله إلا الله. بلي ليا بالعيالات وطايش، ودابا راه لاصقه فيه وحده وباغي يتزوج. قال لك باغي يتزوج بها ولا لاصقه فيه، ما بغاتش تفرق لي حتى في هذا الزمن ديال الكورونا. حتى بزاف الرجال دخلوا سوق ريوسهم ولاو داخلين البيوت ديالهم وملازمين الاسر ديالهم. واخا كلشي داك الشيء عندك قريبات، داكشي اللي واقع لي. الله يرحم ليك الوالدين اللي كنت داعي معايا. هاد السيده يبعدها الله علينا هاد المصيبات. يا ربي يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبيت المستمعين تامني كلهم يقولوا لي أمين باش الله يستجب لي الدعاء تبعت علي، وأنا عندي وليدات صغار. الله يرحم لك الوالدين عندك قريبا. يا ربي يا كريم، بيتك تهضر معايا. الله يرحم لك الوالدين، حيت عندي شحال ديال المشاكل وشحال ديال المواضيع بيت نسولك عليهم. الله يرحم لك الوالدين. واخا لطيفة، واخا على راس العين بنتي، واخا الله يفرج عليك، الله يفرج عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحم ليك الوالدين، إلا ممكن تهضر معايا من بعد البرنامج. واخا واخا ناخذ التليفون ديالك بإذن الله. واخا بنتي الله يفرج عليك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المشكل ديال لطيفة من الصويرة هو مشكل ديال عدد كبير من النساء. كتكون المرأة متزوجة مع زوجها، عايشين باستقرار وعندهم وليدات. واحد النهار كتكتشف بأن زوجها ينسج علاقات عاطفية مع امرأة أخرى من بعيد. طبعا المرأة ملي كتشوف هذا الحدث راه كتكون لها صدمة قوية. أكبر صدمة ممكن تتعرض لها المرأة هي أن تكتشف بأن زوجها له علاقة عاطفية مع امرأة ثانية. كتسول الرجل، ما الذي دفعك أن تفعل هذا الأمر؟ الرجل ربما كاين اللي هو غير كيحب التغيير وكيحب أنه يستمتع بشبابه رغم أنه صار كبير السن، ولكن يتصابى، يقول لك عجبني راسي وعندي المال وعندي الوقت وعندي كذا. وكاين اللي يقول لك مكره أخاك لا بطل، يقول لك بأنه لم يجد الراحة ولا الطمأنينة ولا السكينة في بيته وكيقلب على برا. وكاين اللي يقول لك أنا ما عندي علاقة لا بالراحة ولا بالطمأنينة، أنا يتعرض للأذى من طرف زوجته فيحاول أن ينتقم منها بهذه الطريقة، فيبحث عن امرأة أخرى فقط لكي يغيضها. هي أسباب كثيرة ومتعددة. طبعا الشريعة الإسلامية قالت لنا بأن الرجل تزوج امرأة وأعطته الحق في التعدد، فانكحوا ما طاب لكم للنساء مثنى وثلاث ورباع، ولكن الأصل واحدة، الأصل واحدة. وهذا التعدد راه معروف ان له قواعد ديالو وله شروط ديالو، والسياق ديال الايه جاء في الايتام، لان تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كان العرب ايام زمان الرجل كيلقى يتيمات مات باهم اما في الحرب واما في التجاره، كتلقى وفيل كتمشي مسافات والناس كيموتوا في الطريق الاوبئه وضربه الشمس، فكيبقاو عندهم اولاد ايتام وكيربي واحد اليتيمه وخلى ليها باها مال وفير. وملي كتكبر شويه كيشوفها الخطاب كيبغيو يتزوجوا بها، عندها 13 عام 16 عام، وكيقول بدل الخاطب غنعطي هذه اليتيمه ونعطيه المال ديال باها، يعني غنعطيه الخير كله، الجمال بما حمل. فيطمع الانسان كيقول هي علي حلال ناخذها انا اولى. فنزل القرآن الكريم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إلا ما عندكمش القدرة باش توفيوا أجركم على اليتامى، ربي خيرك ممكن أنك تعدد النساء. فالسياق
ديال هذا الحدث ديال التعدد له سياق تاريخي وله سياق اجتماعي، ولا ينبغي أن نتوسع فيه إلا بالضرورة، كأن يكون الرجل ربما قد زوجته عاقر لا تلد، أو كانت المرأة عندها مرض طويل مزمن، أو كان هو في قوة أربعة رجال عنده قوة زائدة والمرأة ضعيفة، وأسباب أخرى. لكن الذي يبدو كتقبل أن بعض الرجال غير مجرد أنه كيحب أنه يستمتع بشبابه، ودابا الآن مع الثورة التكنولوجية ديال الفيسبوك وديال تويتر وديال المواقع التواصل الاجتماعي اللي صارت بكثرة وبوفرة، كتوفر لنا علاقات سهلة. من أراد أن يتوفر على علاقة، مواقع اجتماعية ديال التعرف ديال الدردشة ديال كذا، وكيدخل وكيدير علاقات، ولكن دون هدر من تلبيس إبليس. ذكرنا من قبل أيها الأحباب الكرام في أول حلقة الصراع الذي دار بين آدم وحواء من جهة، وبين إبليس. إبليس صار عنده الظرفية الراهنة في عصرنا الواقعي، الأمر ميسر ويسر للغاية، فيكفي أنه إذا أراد أن يخرب أسرة أو يخرب بيتا كيجعل الرجل عينك تزيغ، أو المرأة عينك تزيغ. ركما أن الرجل يزيغ في عينه، المرأة أيضا تزيغ، واللي دخل مواقع التواصل الاجتماعي سيصدم. والأفضل أن الإنسان لا يعلمها، احتقلوا المثال العلم بالأشياء خير من جهلها، أحيانا تصبح معكوسة أصح، الجهل بالأشياء خير من معرفتها، من اللي كتعرفها غير كتصدم. ولهذا كنقول الإنسان المرأة التي شافت زوجها هكذا يفعل، أحسن طريقة لاستعادة زوجك هو أنك تحاول ما كان تخلق له جو جميل في البيت. راه معظم الرجال اللي كتواصلوا معهم وكنلقاهم داروا علاقات مع فتيات أخريات خارج بيت الزوجية، كيقول لك كندرسوا قضية الزواج، هو كيستمتع وكيبقى شهور وسنين، وكيقول لك ريتما تتحسن الظروف، ريتما نطلق المرأة الأولى، ريتما جيني ترقية، هو راه كيدوز الوقت. أحسن طريقة هو أن الإنسان خصو يخاف الله تعالى، يخاف الله عز وجل، لأن التلاعب بعواطف الآخرين من أكبر الذنوب ومن أكبر المعاصي. الأمر الثاني الزوجة الحاذقة، راه كيقول لك واحد مثل مغربي حتى شي مش ما كيهرب من دار العرس. الزوجة الحاذقة تحرص على أن توفر لزوجها في بيت زوجها حياة مستقرة، حياة الهنا، حياة العطف. وأكيد أنه لو كان الزوج فرحا مسرورا ما كان أن يلقي بنظرة هنا أو هناك. ثم نستعين على الله تعالى بالدعاء، فلالة لطيفة نطلب الله سبحانه وتعالى أستاذ المستمعين دير واحد دعوة الأخت لطيفة، اللهم يا رب اجمع بينها وبين زوجها في المودة والرحمة والمحبة المتواصلة، اللهم ألف بين قلبيهما كما ألفت بين الأنصار والمهاجرين، يا رب اربط بين قلبيهما كما ربطت بين الكتاب والسنة، اللهم يا رب يا كريم. وكل من أراد أن يجليها عن زوجها فاجعل بينهم وبينهم حجابا مستورا، وباعد بينهم بعد المشرقين والمغربين، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. وكنقول كل زوج وزوجة اللي عندهم الأولاد خصهم يفكروا مليون ألف مرة في مصير أولادهم، لأن الضحية الأكبر تضررا من أي علاقة زوجية ثانية ومن أي علاقة هكذا أو كان هم الأولاد، كيبقوا دائما كيشعروا بالضياع وكيشعروا بالحرمان وكيشعروا بالأسى. فالإنسان يرحمهم، ورب قال لك وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي العلاقة الزوجية بين الرجل ومرأته، والرحمة هي الأولاد، فيتصير هي أم الأولاد ويصير هو أبو الأولاد. وينبغي أن يتقي الإنسان ربه في من يعيش معه، والله تعالى وكيل الجميع. الله يكمل لك رجاء بنتي لطيفة.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.